ليش وتسعة دقائق. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا وقاية ناستا كويزين. ناستا كويزين فلنستا كويزين اليوم دبارتنا تجينا بنينة وتعمل 66 كيف، وحسب ما سمعت دبارة باش تكون زمنية ومن قاع الخابية مع أميمة عبد الرحمن. بونجور أميمة. صباح النور. صباح، شنحويلك؟ صباح الحمد لله. عايز اختي صباح، انت صحرورة؟ الحمد لله. مش عام فيك رمضان، وين وصلت انت طويك؟ والله هانا نحارب. الحمد لله. اي يا اميمة، قلت لي البارح دبارة باش تكون من قاع الخابية، قلت لك خليها لي سيربريز. باش نيا دبارة اليوم؟ دبارتنا اليوم ان شاء الله باش نعملوا سلطة بلانكيت الامتي. حاجة سهلة. وباش نعملوا كسكسي بالشبتية في المنيو برينسيبال. الله. وباش نعملوا شبابك الجنة للسهرية. ايش قلبك؟ هيلة 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 يا اختي، سيختو الكسكسي بالشبتية. عارف نقولكم توا كل شيء هكاك بالديتاي. باهي نبداو باللونتخي. بالنسبه للونتخي عندنا يا سيدي سلاطه بلانكيت سهله مهله. علاش باش نخليو الانرجي كل معناتها للمنيو برينسيبال. داكور. باش ناخذ خبزه بيتا اكيد عاد راهو تلم الخبز. داكور. باش نقصوها بالعرض رونداليت، نحطوها في بلاتو وندهنوهم بشويه زيت هكاك مرقد فيه شويه ثوم. نحطوها شوية في الفور ومن بعد خرجوها نغطسوها في شوية هريسة. نحطو لها سلطة مشوية، طن، زيتون، فخماس، حسيل وتفنو. بيه سيد كيف سيدك المنيو برينسيبال باش نعملو كسكسي بالشبتية كما قلت لكم. احنا نعملوها ياسر في الساحل، تجي كسكسي وإلا مرقة تجي بنينة. صحيح. اي ياسر. اي سيدي. ناخذو المعدنوس، ناخذو قطة، سلق كيف، بصلتين كبار، ناخذو سميد وإلا كسكسي قمح منفخ هكاكا في شوية ماء، ونبداو نرسو فيهم بيدينا. قول علينا نعجنو هكاكا حكاية ربع ساعة درجين لين يولي الخليط متاعنا فيه كيما هكا الخيوط ويتسلكو. باهي هكا معناها بخيسك حضرت. تري بيان. دونك نفوحوها، نحطو لها فلفل اكحل، ملح، كرويه، فلفل زينه، فلفل شايح مهروش، ونعناع، ونكمل نخلطو. ايه بعد سيدي نزيدو الحمص. بديت ندوخ انا ديجا. ونلموهم هكيكه ونشكلوهم كعابر كبار شوي. باهي نقليهم هذوما في الزيت. ونركب الكسكسي نتاعنا نرمال عادي، معناتها كيما نطيبو اي كسكسي نفوحوه ملح فلفل اكحل، فلفل احمر، طماطم معجونه. ونحطولهم كعبات نتاع الشبتيه. فلفل منفخ، حمص، بطاطا حسيل وتفنو كيما تحب. وطيب العادي الكسكسي يطيب عادي. ديجا الشبتيه هذيك باش تفوحو باش نرمال. صحيح. باهي هذي كسكسي بالشبتيه. حاب هذي كسكسي بالشبتيه. توا نتعداو للسهرية. باهي باهي شبابك الجنة تعرفهم. نعرفهم شبابك. فوالا وبنين على الاخر نحبهم. ياسر بنين. ناخذوا أربع مغارف نشي، مغارفتين فارينة، عظمتين، تشي سكر فاني، وربع كاس حليب. باهي خلطوهم مليح. ويكون عندنا ديجا الزيت نتاعنا سخون بالكدا. باهي باهي نبداو ناخذ القالب نتاعنا نحطوه فيك الخليط. ونحطوه فيسا فيسا في الزيت. في الزيت. باش ما معناها باش ياخذ الفورمه فيسا. داكو. فيسا وما تلصقش في القالب. باهي. ونبدا نحركه فيه في الزيت باش يتفصل معناتها القالب على كعبة الشبابك الجنة. داكوغ. فوالا ومن بعد نطيب لهم الشحور. اللي هو؟ ونشحروهم. ناخذوا زوز كيسين سكر. سكر. عليهم كيس ماء. باهي. ديما هكاك وعصر قارص، تحب نحطو فاني، تحب تحطو باش تسوحوه معناتها ولا زهر ولا موارد حسب. ويجي بنين بدا هاو. ومن بعد نزينهم بالجلفين بالكيفاش باش تحبو نتوما حسب وتفنوا. يا ميمة ولا ملا دبار اختي زينة. من الوقت هذا نبدا ندوخ، انا نوصل لاستا كويزين نبدا نفشل ديجا. صاي الفا معنا مزيله وقريبه. لا بس لا قريبه. هاو قريب. صاي يعطيك الصحه اميمه. ميرسي بوكو. شكرا. ميرسي على هالدبار. اش نهدي لك غنيه هنا يا عيني. هو فوزي بن كامرا يقول اوف ماما ميا ملا بنيه وملا هي. انا شو نبدلها اليوم؟ اوف ماما ميا ملا دباره وملا هي. وملا هي. ميرسي بوكو يا اميمه. كنت بي لاستا كوزين. Insta Cuisine.